السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم جميعا بعد انقطاع أكثر من شهر في اللي هو المحاضرة الأسبوعية. تكلمنا أمس عن الرحلة التي اشتركنا فيها لمدة 3 أسابيع الماضية في 7 مدن و5 دول، منهم دولتين يعانوا من شبه مجاعة، اليمن والصومال. وكذلك تكلمنا أمس عن الأحداث السيئة اللي حدثت في مانشستر منذ خمسة أيام. الأول إحنا بنحاول نقدم لكم تهنئة برمضان الكريم، وجعلها الله سبحانه وتعالى شهرا مباركا، شهر خير ويوم من البركات، ليس فقط على المسلمين بل على الأجمعين، العالم أجمع إن شاء الله. ويكون المسلمين لهم دور كبير جدا في نشر السلام والخير والعطف والرحمة على العالم كله، ولا يستأثروا برمضان لأنفسهم. خيرات رمضان هي رحمة للعالمين وليس ولا تقتصر على المسلمين فقط. روح رمضان مش في الصوم ولا في الصلاة ولا في الاستماع للقرآن الكريم، روح رمضان في العمل، الاجتهاد، في الجد، في المساعدة، في المناصرة، في الوقوف جانب المظلوم، في إطعام الجائع وإيواء المشرد واللاجئ والنازح، في تطبيب المريض، في إغاثة الملهوف، في تأمين الخائف. دي روح رمضان. أما من يعتقد أن رمضان هو فقط صوم وعبادة، صوم خاص لك والقيام الليل خاص لك، ها؟ أما ما يخص المجتمع فهي دي روح رمضان، اللي هو فيها كيف نتفقد أحوال جيراننا من المسلمين ومن غير المسلمين. نرجع للأحداث السيئة والجزء اللي أنا أضفته اليوم، إن الإرهابي مجرم جبان. في الأسبوع ده بالذات شاهدنا حدثين، حدث هز بريطانيا في مانشستر بتفجير شاب نفسه، وأدى إلى قتل 22 رجل وطفل وامرأة. وحدث اليوم يوم الجمعة اللي هو يوم مبارك عند المسلمين أيضا، إن أحد هؤلاء المجرمين أو مجموعة من الناس قتلت 24 أخ وأخت مسيحيين في ألمانيا في جنوب مصر، كانوا ذاهبين للكنيسة للعبادة الرب سبحانه وتعالى. كلا الحدثين إجرام، وأحداث خسيسة وأحداث لا تنم على إيمان، لأن كل دين في مداخله الإيمانية روح الإنسانية والمحافظة على الإنسان والمحافظة على الأرواح وبناء المجتمعات. ففي كلا الحدثين رسالتنا واضحة جدا، هذين الحدثين وهؤلاء الأشخاص الذين جردوا من الإنسانية لا يعبرون عن الإسلام وليسوا منا على الإطلاق، ونحن أبرياء منهم، براءة الذئب من دم اللي هو يوسف عليه السلام، ولا ينسبون إلينا على الإطلاق. ومن أراد أن يزايد أن هؤلاء هم مسلمون فهو كاذب ومخادع ومنافق ومدلس. نحن سنسير مع المجتمع كافة لكي نبني مجتمعنا بروح رمضان وبأخلاقيات رمضان وبأخلاقيات وقيم الإسلام الحنيفة. نرجع إلى الرحلة. الرحلة اللي استمرت حوالي 3 أسابيع، والزملائي في المنتدى الإنساني أصروا أن أنا أكلمكم فيها، تذكرني بالأيام الحلوة الجميلة اللي احنا بدأناها من حوالي 34 أو 35 سنة في بريطانيا. فكنا في شهر رمضان في الإغاثة الإسلامية عندنا عربية بناخدها يوم واحد رمضان، نحط فيها الإعلانات وصناديق التبرعات ونلف الوطن كله البلد كله
من برمنغهام لغايه ابردين، ومن ابردين لغايه برمنغهام ولندن. وكل ليله نكون في مدينه صغيره او كبيره، نزور المساجد ونبيت في المساجد ونوزع الاوراق ونتحدث عن قضيه من قضايا الناس عامه في العالم. استمرت هذه الرحله لاخوه واخوات يعني مؤمنين برسالتهم الانسانيه، كانوا يتركوا اهاليهم طول شهر رمضان، لا في مسلسلات تلفزيونيه ولا في شيشه وقهوه لازم تقعد عليها بالليل، ولا في بطن منفوخه من كتر الاكل، الى اخره. لكن كان في جد وعمل وجهاد. كررناها في هذا الشهر. كان اول محطه دخلنا فيها كانت محطه اليمن. اليمن اللي كانت تعاني منذ سنتين من نقص حاد في الغذاء والدواء قبل الاحداث الاخيره ما تحدث، وكان يؤثر هذا على ما لا يقل عن 15 مليون 14 مليون يمني. الآن هذا الأمر وصل إلى أكثر من 20 مليون يمني مع الصراعات والنزاعات المسلحة اللي موجودة في أكثر من مدينة في اليمن. يزيد الطين بلة أن الإعلام المجرم يقف صامتا أبكما، يعني أصم وأعمى، ولا يلتفت لليمن، القضية الإنسانية التي تأكل أو تحصد أرواح العديد من أبناء الشعب اليمني، سواء كان هذا نقص الغذاء أو نقص المواد الطبية اللازمة أو تفشي الأمراض زي داء الكوليرا الذي أصبح المصابين به بالآلاف. المصابين المسجلين في المستشفيات ناهيك عن المصابين الذين ماتوا في بيوتهم، وأصبح الذين ماتوا بالمئات. هذا الإجرام الإعلامي سواء كان من القنوات العالمية الغربية أو العربية بالذات يدل على أن الإعلاميين ليسوا متجردين من أجل العمل الإعلامي ورسالته، بل هم مسيسون، بل هم منافقون، بل هم كاذبون ومخادعون. رسالة الإعلاميين الذين أخفوا الحقيقة الجريمة الإنسانية التي واجهها الشعب. وأنا أقول للعالم كله أن اليمن بقيت منذ أيام سام ابن نوح عليهما السلام، وستبقى إلى أن يرسل الله سبحانه وتعالى الأرض ومعها، وسيموت هؤلاء الإعلاميين الكذبة ومن يحاول أن يطنطن على أو يخبئ الحالة الإنسانية أو الكارثة الإنسانية تصيب الشعب اليمني. صرنا عدن وصنعاء وديدة ولحج. في المصيبة في اليمن ليس في هذه المدن فقط، في صعدة، في أبين، في تعز، في تهامة، في مدن كثيرة كثيرة كثيرة، في إب إلى آخره، في حرب إلى آخره. كل هذه المدن مصابة بما نتحدث عنه، والعالم العربي والمؤسسات الإقليمية صامتة، وتعتبر هم مشاركين فيما يحدث من تفاقم القضية الإنسانية للشعب اليمني. من هناك ذهبنا إلى جيبوتي وقضينا فيها، قضينا في اليمن حوالي 8 أيام. ذهبنا إلى جيبوتي وقضينا فيها 3 أيام. بلد صغيرة فيها أقل من مليون مسلم أو من مليون مواطن، أو أقل من مليون مواطن، مستوى المعيشة مرتفع شوية، عدد الجمعيات الخيرية والأهلية بسيط جدا، وحدث ما كنا نتوقع أن يحدث. أمطرت المطر في يوم ما الساعة 9 صباحا، وكان ده خير على البلاد. الساعة 4 كنت أذهب لزيارة أحد الوزراء، فوجدت طريق شبه مغلق. لماذا؟ لأن السيل يأتي من الجبال ويصب أو يصب مياهه في البحر الأحمر بملايين الأمتار المكعبة، مما أدى إلى تعطل المرور وانقلاب بعض الشاحنات.
تعطل الطريق. ثم رجعنا الساعة 11 مساء من بعض الأنشطة وما زال السيل يأتي ويصب المياه في البحر الأحمر. في السدود في جيبوتي، ودي أحد الأشياء اللي بدنا نناقشها لكي نعالج الجفاف في القرن الإفريقي أو في غرب أفريقيا. قضيتنا اللي احنا نتكلم عنها مش اليمن فقط، مش من ماتوا فقط في مصر في المنيا أو في مانشستر، كل يوم في إرهاب من نوع آخر يحدث في سوريا، البراميل التي تقذف على الأمنين من الأهالي في ميانمار، في العراق، في الموصل. لا، في الموصل خرج منها أكثر من 200,000 خلال الشهر الماضي، في 3 مليون نازح داخل العراق وخارج العراق من أهل العراق نفسه. كل هذه الأشياء لابد أن نقف لها في شهر رمضان. شهر رمضان لا نقصر عملنا فيه على المسلمين أو العبادة فقط، العبادة هي إنقاذ من حولنا من أبناء البشر. ذهبنا بعد ذلك إلى الصومال. وما أدراك ما الصومال؟ كنا فيها في شهر إبريل، شهر مايو، لم تتغير كثيرا. كان الهدف من هذا الأمر هو أن احنا عملنا ورشة عمل لدراسة تعطيل البنوك لإيصال الأموال مستحقيها من اللاجئين والنازحين داخل الصومال، وأثر هذا على حياة الفقراء هناك. جمعيات في اليمن وفي الصومال وفي جيبوتي تحتاج لبناء قدراتها، تحتاج لوقفة قوية لكي نبني مجتمعاتها، تحتاج بدلا من أن نحفر الآبار كما نفعل الآن نبني السدود، لأن كثير من الآبار التي نحفرها تجف أو تجف بعد عام أو اثنين أو ثلاثة أو خمسة وتقلل من مخزون المياه في الأرض. أما إذا بنينا السدود وتكاتفنا كجمعيات مع بعضنا في الصومال وخارج الصومال لبناء هذه السدود، نجد أننا نحفظ عشرات الملايين من الأمطار المكعبة على مدار العام ونزيد مخزون المياه في داخل الأرض أو مخزون المياه. نحن نتحدث عن الكوارث في العالم كله. في كوارث منسية في أريتريا، الشعب الأريتري عنده قضية كبيرة منذ الستينات من القرن الماضي وهو منسي ولا يتحدث عنه أحد، حتى أن في السودان فيه حوالي 400,000 أو أكثر من اللاجئين وليس هناك أي برنامج دعم من الأمم المتحدة. في أريتريين في السودان، أريتريين وصلوا لليمن، أريتريين في جيبوتي، في أماكن كثيرة جدا. غزة المحاصرة الأسيرة الآن في شهر رمضان، ما هو دورنا الإنساني لغزة؟ الحرب التي تكون في جنوب السودان منذ أكثر من سنة، النزوح الغير عادي للحروب الأهلية في الكونغو الديمقراطية، تصحر الجفاف في غرب أفريقيا، غرب أفريقيا بتتصحر وتجف، مشاكل في سيراليون، في ليبيريا، مشاكل في أفغانستان، الإرهاب الدولي تحدث في ميانمار إلى آخره، سوريا إلى آخره، كل هذه الأشياء. نرجع مرة أخرى ونقول إن رسالة رمضان ليس استماع للقرآن وليس عدد الصلاة الركعات التي نركعها وطول اليوم الذي نصومه والذكر فقط، إنما هي مساعدة كل هؤلاء. هي دي روح رمضان، أن نبني الإنسانية التي تبني المجتمعات، التي تصنع الشعوب، التي تقيم الدول، التي تصنع الحضارات وتصنع النهضات. هي دي رسالة رمضان.
أن نجاهد أنفسنا، ونجاهد من أجل بناء مجتمعاتنا، ونجاهد من أجل إنقاذ البشرية التي نحن لها ونحن عليها. كفوا 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 عن ما فعل أجدادنا وآبائنا وأسلفنا، وقولوا من نحن، من نحن وماذا فعلنا لمجتمعاتنا التي نعيش فيها، المجتمع الإنساني في العالم. نرجع من مناطق الكوارث إلى مناطق أننا زيارة باريس، مؤتمر عن الوقف. والأسف والعياذ بالله نحن نتحدث دلوقتي كيف نثقف الشعوب العربية والإنسانية والإسلامية بقيمة الوقف الذي هو كان ركيزة أساسية في بناء المجتمعات وبناء الدول وبناء الحضارات واستقلالية المجتمع المدني عن الحكومة وعن الدولة. رجعنا لنقطة الصفر مرة أخرى، ومن هناك في باريس مؤتمر الأوقاف إلى لقاء إداري في الكويت، ونكتشف وما زلنا نكتشف ونكتشف ونكتشف أن غالبية الجمعيات العربية والتي لها صبغة إسلامية تعاني من مشكلتين أساسيتين، وهما الحوكمة الرشيدة والإدارة الحكيمة. ما زلنا انتقائيين، نعين في جمعياتنا وفي إدارتنا الأمين الذي هو ليس بقوي، أو الأمينة التي ليست بقوية. وإن كان الله سبحانه وتعالى قال القوي، الأمين القوي هو صاحب المعلومة، صاحب الخبرة، صاحب الرؤية، ثم صاحب كذلك الورع والتقوى إلى آخره. فنحن نعاني في بناء مؤسسات مجتمعاتنا المدنية من أن ما زلنا نعاني من كيف نتواصل مع بعض البعض، كيف تكون جمعيتنا عندها مقدار عالي من الشفافية والتشبيك، كيف نبني الشراكات بيننا وبعضنا. لو أردنا أن نبني هذه السدود في الصومال وفي جيبوتي وفي غرب أفريقيا وفي شرق أفريقيا وفي آسيا، فلا بد أن تتكاتف جميع الجمعيات العاملة هناك لتبني سدا قد يتكلف 10 مليون دولار، 5 مليون دولار، 15 مليون دولار، ويكتب بأسماء الجميع، ولا تستأثر جمعية وحدها دون الآخرين. هذا ما نحاول أن نجعله أن يخرج منا كمخرج قيمي أثناء شهر رمضان المبارك، الذي يجعلنا أن ننكر ذاتنا وأن نتواضع ونفذ الجناح للعالمين كله، للناس كلها، وليس فقط للمسلمين. رمضان ليس شهرا للمسلمين فقط، هو شهرا للبشرية قد يتقدم به المسلمين بأخلاقهم وبقيمهم وبأعمالهم وبإمكانياتهم وبمساعدتهم ليساعدوا كافة الناس سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين. رمضان يكون شهرا لمجاهدة النفس، رمضان يكون شهرا لمحاربة العنف والتطرف والإرهاب والإنعزالية، ولن تستطيع دولة أن تحارب مثل هذه الأشياء إلا إذا بنت فيها مؤسسات مجتمع مدني قوية تستطيع أن تكتشف هذه الأعمال، أعمال العنف وأعمال التطرف والإنعزال الفكر المقلوط قبل أن يصبح إرهابا. والدول التي تهمل مجتمعها المدني تصاب بهذه الأعمال الراديكالية التي نراها تحدث اليوم في أماكن كثيرة. ولذلك نرجع مرة أخرى ونقول نحن في رمضان لا نضيع أوقاتنا في الشيشة وفي المسلسلات التي تتبارى عليها كل الفضائيات العربية لكي تصرفنا عن عبادة الله من خلال العبادة الصوم والصلاة قراءة القرآن، والعبادة الأخرى هي مساعدة المجتمع الذي نعيش فيه والمجتمعات الأخرى. ونقول لهؤلاء المخرجين والممثلين والإعلاميين حاسبكم الله على غوايتكم للبشر
في هذا الشهر الكريم، فلا تلتفتوا إليهم على الإطلاق. لا تلتفتوا إليهم على الإطلاق. وكأننا نساعد بأيادنا فيها كل السلطات والإمكانات الشيطان على غواية عباد الرحمن، خاصة في هذا الشهر الكريم. فالذنب مضاعف عليهم والأجر مضاعف لمن يعرض عن هؤلاء السفهاء. رمضان شهر لكي نعمل ونجد ونجتهد ونساعد ونصل للملهوف ونطبب المريض ونغيث الملهوف ونكون مع الفقير أينما كان في أي مكان وفي أي زمان. أهنئكم جميعا بشهر رمضان المبارك، وأتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يجعله عليكم وعلى ذويكم وعلى من حولكم من المسلمين وغيرهم شهر بركة ويوم وخير. وأشعروا من كان مسلما أو من كان غير مسلم أن هذه هي روح رمضان، في الإخاء والمودة واللطف والرحمة والرحمة والحنان والعطف والأخوة على كافة الناس لكي نبني الإنسانية التي تبني المجتمعات وترسخ القيم وتصنع النهضات والحضارات. وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله.